بسم الله وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر من خارج مصر. دلوقتي موجودين في سوق بنها، هعرفكم الأسعار. اللحم والصلاة على النبي بتاريخ 8/8/2022. ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في قناة أصل الضيف المصري، واحد واثنين وثلاثة. بالصلاة على النبي. زي ما حضراتكم شايفين الساعة 5 لسه الصبح والسوق فاضي برضو. اللهم صل على النبي. هعرفكم سعر الآن بكام الجاموس والبقر. اللهم صل على النبي. سعر الآن في البقر 75 جنيه تنفيذ، والجاموس كام؟ لسه ما حدش وزن جاموس يعني؟ ب 66 جنيه زي الاسبوع. ب 66 جنيه اي في الجاموس. اللهم صل على النبي. بالصلاة على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. اللهم صل. يا معلمين السلام عليكم. سنهم يا حاج دوم لبنه عاملين كب الصلاة على النبي. والله انا بشتري ب 63000. الاثنين الصلاة على النبي. اللهم صل على النبي. والله انت بتقول انت عوض يا دور 63000 جنيه يا جماعه. اللهم صل على النبي. اتكلموا في 63000 بس ما فيش. ايه الدنيا بايظه ليه يا معلم؟ البارد 70 جنيه. اه سهل 70 جنيه؟ خلي الراجل على الميزان بيقول لك اغلى من كده. 4 ولا 4 حاجه بدري ليه؟ وانا بعيد. اللهم صل على النبي. بنحاول نقول لكم كل حاجه على الطبيعه من ارضيه السوق. اللهم صل على النبي. صور البضاعه دي. بكام يا معلم دوم؟ بكام؟ ببلاش خالص. ما انا عارف انك بلاش. بكام؟ اتفصلوا بكام؟ 60000. بكام؟ 60000. الاثنين دول اتفصلوا ب 60000؟ 60000. اللهم صل على النبي. بس اللحم بضاعة. حاج محمد نهار. حاج محمد صور برضه. حاج محمد تعالى قولوا. اقعد بس كده يا عسل. اوعى كده. اوعى يا عم روح. ها حاج محمد زيك. الدنيا واقفه خالص. الصلاة على النبي. خلاص لبنة يا معلم. لبنة يابا. عاملين كام بالصلاة على النبي دوم؟ عاملين كام؟ 105. ثلاثة؟ ثلاثة. اللهم صل على النبي. اقعد يا هلا كده واهدى. اللهم صل على النت. السوق في حالة ركود طبعا. اه لا لا عاملين واقفه خالص. عاملين واقفه خالص تعبانة. ايه؟ ب 17850. عاملين تعبانة قوي. بكام؟ 17850. صباحها زي العسل. كل زمان راحت فين يا محمد؟ راحت تعيد. راحت تعيد. راحت المصرف ولا ايه؟ راحت المصرف. اجلب السوق البضاعة. هنا البضاعة. ولا بشري حلو وغني له. بكم يا بهلول؟ 31000. الصلاة على النبي. لا ما مركز بنا استسمح الوجود. خد يا محمد شيخ البلد. صار شيخ البلد وحاد النبي. شيخ البلد ده شيخ حاج احمد. والله وكيل اضخم عجل في السوق كانوا بيتخانقوا عليه. صوره ايه؟ صوره يا ما تشوف الشاب الغليظ ده. لا 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 فولة. اه صورة احنا شوف الشاب الغليظ ده. صورة واحدة. صورة حلوة بقى. اركب يلا. صورة. اهو. ابو هارون اهو ده بتاع البضاعة. البضاعة ابو هارون. بتاع السوبر. الشرفية. عنا اللي مات. اللهم صل على النبي.
بضاعة صبرة تكلموا في 35,000. صلى على النبي. عجل جاموسة 35 يا معلم؟ لا يابا. امال بكام؟ لسه هتسمع رقم دلوقتي. اللهم صل. امين. 45. اللهم صل على النبي. بتكلم في 36,000. صلى على النبي. معانا عجل بالصلاة على النبي بقى قرد. اه وحش. بكام حق الوحش ده؟ الصلاة على النبي كده. صاحبه الايطالي ده؟ توخ وقتها بتوخ؟ بتوخي؟ اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. كلمه في 39. كلمه 29 ده ولا كام؟ تتكلموا في كام ده؟ 29؟ 39,000 و40,000. اللهم صل على النبي. بكم يا وحش العجل ده؟ 33,000 ونص. ب 33,000 ونص. اللهم صل على النبي. اسعار نزلت ايه؟ 59. اللهم صل على النبي. يا عم اللهم صل على النبي. ودي بيتكلموا فيه ب 39,500. صل على النبي. وادي عجل مبهدل. ابو 35,500. عجل سايب. عجل ده سايب. كم يربطوه؟ بالسلام. بنحاول نقول لكم كل حاجه على الطبيعه من داخل سوق بنها الدولي. بكم يا بهلول العجل ده؟ 34,000 بالصلاه على النبي. 34,000. اللهم صل على النبي. 34,000 وفتحه والفتحه. رقم تليفونك كم يا بهلول؟ 012 012 00 00 77 77 83 65. امال العجل ده عامل كم يا بهلول؟ ده عامل 38,000. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع التاجر الأمين بهلول.